بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج أوتوكاد نسخة 2024. النهاردة هنكمل مع بعض شرح أوامر التعديل أو أوامر الموديفاي. أنا النهاردة هشرح لكم أمر أري. أنا عندي في ريكتانجولار أري، باث أري، بولار أري. هنعرف إزاي نحنا نستخدم الحاجات دي. أول حاجة أنا هاجي أرسم دايرة بالشكل ده كده أهو، واجي اعمل للدايرة دي array. هكتب تحت ar اللي هي الخصر بتاعها array اهي، تمام، واختار الدايرة اللي انا عايزة اعمل لها وادوس بيمين الماوس انتر. انا عايزة على rectangular ولا path ولا polar؟ انا عايزة على rectangular، واختار rectangular. عمل لي 4 اعمدة وثلاث صفوف وظهر لي هنا array creation اللي هي التعديل على الامر اللي هو امر array، تمام. فانا ممكن ازود في الاعمده الكولومز، مثلا اخليها 6 زادت، ممكن في الروز الصفوف اخليها 8. نشوف مع بعض اهي زادت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن اعمل المسافه ما بين الكولم 50، المسافه ما بين الروز 40 اهي، زي ما احنا شايفين كده اتغيرت معايا. يبقى احنا بنعدل عن طريق الجزء اللي موجود عندي فوق. لما بخلص خالص بعمل ايه؟ بدوس على كلوز اري. ممكن ان احنا نزود برضو الكولم والروز عن طريق ان انا بدوس كده، تمام، بيظهر لي مربعات زرقاء واسهم زرقاء كده. بدوس على المربع ده وبمشي كده، شايفين، بزود العدد اللي انا عايزاه. خلاص زودت، بدوس بايه؟ بالماوس. عندي الروز هنا اهو، السهم ده نفس الكلام بعمل بيه، ولما بخلص بدوس بالماوس، بدوس على كلوز من هنا. هنيجي بعد كده على باث اري. انا رسمه السبي لاين ده الباث، والدايره دي اللي انا هعمل لها اري. انا هروح على باث اري من فوق هنا اهو، واختار الدايره الاول، وبعدين ادوس بيمين ماوس، وبعدين اختار الباث. على طول عمل لي زي ما احنا شايفين اري على الباث. طيب لو انا جيت قلت له او اخترت البيس بوينت، فمثلا انا عايزه البيس بوينت دي كده، قلت له كده من نيرست على الدايره دي كده، على طول اتغير مكان الدواير على حسب النقطه اللي انا اخترتها. طيب لو انا قلت له تانجنت دايركشن واخترت اول نقطه وتاني نقطه من الباث، عمل لي بالشكل ده، عمل لي تانجنت للدايره الاولانيه وعمل لي اري لبقيه الدواير زي ما احنا شايفين كده. بعد ما بخلص خالص بقول له صح، يبقى ده باث اري. طيب هنيجي بعد كده على بولر اري. لو انا جيت برضو رسمت دايره اهي وعايزه اعمل لها بولر اري، انا هاجي ادوس على السهم ده واختار بولر اري، واختار الدايره وادوس بيمين الماوس، واختار نقطة، أي نقطة، مثلا نقطة بعيدة كده مثلا هنا، هيعمل لي حوالين النقطة دي بولر اري، عملها لي حوالين النقطة اللي أنا اخترتها، تمام. ممكن إن أنا أزود في الروز أخليها 2، عملها لي بالشكل ده كده. هعيدها تاني، أنا عندي مثلا مستطيل كده أهو، ورحت على بولر اري واخترت المستطيل ودست بيمين الماوس واخترت اي نقطة انا بعمل عليها، فمثلا هعمل على الميد بوينت دي زي ما احنا شايفين، عمل لي اري من النقطة اللي انا اخترتها. ممكن ان انا ازود بقى في الايتم او انقص فيه، ممكن ان انا ازود في الروز نفسها زي ما انا عايزة، فمثلا هعملها 2 اهي بالشكل ده كده. يبقى احنا اتعلمنا النهارده امر اري في برنامج الاوتوكاد. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.